هذه الفقرة مجرد مشاهد تمثيلية هدفها توعية الناس بالظواهر السلبية المتكررة خلال الشهر الفضيل للتقليل منها. وصايب عيط له عندي ربع ساعة وين عيط له ما تمس خالص اي تسعة ونص مش يتفهمنا على تسعة ونص نعود له يا اخي هذا تالي تاعه هذا هو عود له عود له من عندك بركة يفت ما هو شرفت لي عبك لي جسد والله ما نحبهم طلب لا والله عيط له من الدار ما لا ما زال هذيك هي الروح وش احد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل مازالك راقد نوض صحابك مستناو فيك نفعل اخي نرقد رمضان دير روح نستخدم فيه وتصلي ماشي باش ترقد فيه نوض ما نعاودش نولي يا زود نسيتهم كاع الله غالب انا صارت تحت الخمسه قال الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.